أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الحاد النقي يا ابن رسول الله السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ينتم عاشقين ومحبين أهل بيت عليهم السلام لا أرز سلام وأدب السلام عليكم ورحمة الله دين رانا سال روز شہادت مبنوما امام ہادی علیہ السلاۃ وسلام ولیزادی مناسبت کا یق سے کھری سوچو امام زمان عجل اللّہ تعالی فرجف الشریف فقولہ ود اللین تنگ مومنین مومنال تسلیدن مَرآرزب در دیر انچن خجاں پہ تذکری غو یان چې په دې پښته نوګنا محروم ملص په وفرس ان شاء الله کلمات خچي گنت خدمت له بیان بیت تا يرنګ ننګا زرکان و دیرنچان په کسلنا فضایل کو کن نینخن کو نې زمرانو ان شاء الله قرار شو امام هادي عليه السلام په فبائلنا معجزات او کرامات کوری شخصیت نو يرنګ ننګاس پرزره همام اجهجة ويرغنى نفسي سنجمين خدائي تبارك وتعالى سورة لقماني ستائس وآيونك كسلمولد ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله اگر دی روی زمین پی که یاد پی تمام چنگمه لقصوز کن گنگمه قلم چوک. و رگم چون، چام چی رگم چوید ندون اور دن لوگ پو اضافی چوک سنن مچا چوک و پچا پا چوک. و دی لقصوز کن قلم سون سے خدای کلمات کن و خدای کسل کن زبرینا ما نفیدت کلمات اللہ خدای کلمات نکسل کن حما چجمین. وا چنگ چمن دو قرآن آیے شریفین اب اون دی کلمات قدا کون کی تمام چنگ ملک خصوص کن قلم سوں سے دریا کن اردن دن لوگ اگر سوں سے رس نکتو گور نہ کتو چنگ چمن زرے دی کلمات پہ کی منظور پچین جوزر بنا دنین یی ځاګی آشیپا امام هادی علیه الصلاة والسلام حق کنه یحیی ابن اکثمس دی سوال پوبس ابن رسول الله ما هيا دی کلمات کو چين کی می څنګه یوټې کلمات کتو زربانا امام هادی حقس کسلمس ونحن الکلمات اللاتی لا تدرک فضائلها ولا تستقصى دی کلمات خدا کو دی خدا یکسل کو

لدن جو كان عشي بي كلمات كون سن ما كسل كون دوني معدن بو كي زخيرة بسيو تنسوين سو جوزر بنا إمام حادي فق باقي أهل بيت عليهم السلام إن انسو خداي كسل كون و خداي كلمات كوني معدن ان كون زخيرة بسيو تبي عشي بي كتوين ولزا دعاء رجبيان نونا چچک کی الحمدللہ دل جانو یاران نماز زندگی بینوتان امام زمان عليه الصلاة والسلام شف پیش دیان اگنا دعا چک امام زمان کی انشاءاللہ دی دعا کن یران نغز تلاوت بین یود و آین دبا یود پی خدا استوفیق تنشک خدا تبارک لخطاب بین اولیاء الهی اهل بيت عليهم السلام کن دیر انچان کنی فضیلت کن إشارة بین بِرَحْمَتِكَ سَلْمُ الْجَيْنِ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَأَرْكَانَ لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ خدايا يا خم يرس يري كوني معدن بس قرار تنس يري كسل كن يري كلمات كوني يري پيام كوني ديوني معدن زخيرة بس كوني نو قرار وَأَرْكَانَ لِتَوْحِيدِكَ وَآيَاتِكَ كُنْزِسْنَ يَرِي آيَاتِ نَرْتَخْسْنَوْنَ و یری وحدانیت نہچک پرپی ال رکنپزرنا کھون رکن توید دنن زوادکنن رکن ینی ارو دومیدنہ دو لنہو کمود نوگ نگہ ملس نوہ رکن زن کانہ درنن کنی ولایت میدا دن وانمینہ حیتھوی ایمانمھوگنہو خداي توحيد لمس قبول بالذره لا اله الا الله زر نسانه دي ايمان خدا په ود توحيد په ناقص نه نا چق پين په حقيقتي کا مکرانس بيوت پين امام هادي عليه الصلاه والسلام شکوس كن دي فضيلت انه كسلمز اسم الله الاعظم 73 حرفه كسلمز خدا ير څنګه مزات په اعظم نه توين ميوت بي اسم نمینتا سر دنچون سوم یود اسم عظام خدا ر سوم کی دیگ نوگ نچی چیگ آسف بر خدا شزده باز چی چیگ آسف افن بر خیال تنگ اسم خدا پو زربن بنایم بو کرنگ نا سبای دی سرزمین پی دی سان اصلا روی ندون شکسون بین و میتوم باندې په برچېونو بلقیس د تخت په چونس حضرت سليماني فیع بشته حاضر بس د اسم اعظم چچک په ذریقه دناری عظمت د ان مو په اسم اعظم چچین چوک دناری قدرت یوت پی کې لحظه چچین نو اسې فنه بارخیا حضرت سليمان دوک شو په د ملساونه عسابات تقریبا ځو خلن لحظه چچین نو بلقیس د تخت په چونس حاضر بس اب امام شقوس کسل مزدی اسم اعظم چچک په کی ا سي ف ابن ابرخیاله تاس یوت بنا دی سم قدرت یوت پنا و عندنا منه 72 حرفا در دونچونه سم اسم اعظم به رغنا در دونچونه نس پو ما امام هادی و باقی اهل بیت علیهم السلام شیتی یوت و خدا از نچا شزده بس یوت سام سی دی عالم په کا قدرت یوت دی زواد کنله دی اسم اعظم کو نی ذریعے گا چانکو مظهر تام خدا این

منبعنا الكونفو لين نغتنا عميق وخنبوين ما يد بدرين شان كوني حزيلات كوري بزيارات بزيارة بزيارة جامعية كبيرين كمثل علامة مجلسي رحمة الله علي فاقوس كسل مولد أنها أصح الزيارات سندا وأعمها موردا وأفسحها لفظا ومعنا وأعلاها شأنا اللهم مجلسي شو بس كسل مولد دي زيارات بزرنا سنة اللي حاسين تمام زيارات من جمع بس عن معتبرنا صحيح مورد بي اللي حاسين التنا تمام جمع بس عمومنا شمولنا كهت بيوت بي زيارات شيء و ومعنا فسيح نبليغ ما يوت بي زيارات شيء والشأن مرتبين وتمام تمام من جمع بس عن أعلى ما يوت بي زيارات شيء إمام هادي شو بس زواد أهل بيت عليهم السلام من مقام ومنزلتكم دين بيان بسيط كدون انو نغس لا إشارة بد كي حضرت فقبوس كسلموس آتاكم الله ما لم يوتي أحداً من العالمين ينتنى خدا شزده بس دو كمالات كتو كي لم يوتي أحداً من العالمين دي عالم بيانونه تيك خوراً نشزده ما بس كن كتو ينتنى خدا شزده بس وتعطى كل شريف لشرفكم. اجر انسانيات كريودنا. شرافات كريودنا كتو هر إنسان شرافت من. و كريود كانس. ينطنى برابارن غوزكوشاين و تسليم وخضع كل جبار لفضلكم. صامتك جبار نزعيم كرمين نم ينتف هذي لدنا برابارن خازع تاشاين. و كل شيء لكم. هر چیز یانتنګ د برابر مخوار نه ذلیل ان و ذلیل نفس سمیت بس خدای از قرار تنګ مچاسو سه دغه زواد که تو انجو دی عالم کائنات یود خان نوربالنګ حیوانات دینش حشرات دینش پرندګان دینش حتی ملګ څوس نه تمام یود خان كون ګاوما فرایې سمزات پوز دینچن کو نه اطاعت انو په خو فرمان انو تنګ مچاسو سه لو والي زادر انچن کو نس دستو چې تان د ګټو اراده یې بد نکته حتی الچنګ ملفت څوڅ نار دونه نور ولنګ نه دون غماس کوې ته ادب چاین دا داستان څنګه تم غووت کی حضرت علي شه په زينب ان زرین چې دعاب د بوسترنګ پون من امام سکال مذکر جون تاسین خب خليفه زس ټیکن یې زرین کور جون تاسین زر بنا قسل مذدی حضرت زهراي میګوت کونی بدن به شاو زچسمین حتی درندغان کونس حتی شیر نه دوني ساز چمين کړه تون دي بوسترنګ پدې شیر د زګمسیو چن جانګال چې ګرين دکو دي ټیکنانو کړه فانستو اگر که د حضرت زهراي بموي نګاتو کوې شالق تا چمين ابزرب ونزس هچیز ده ان اول کې خود امام هادي قران تونګره زهره نه امام هادي شق پتانز حاضر سئ دے سیوت پی شیر پیشیتیا چھانہ دونوں جنگل پہانو امام پھیک پیشیتیا شیر کن گنگما یوں س نا راحت بسے آرام بسے نس حضرات پھیک پوز اشارہ رک بن سو یہ سوچا اشارہ بانا یا مو گنگا اشارہ امام حسا پہ سن حضراتی پھیک پوز لکھ پٹنچ چنجو سے بنا ہا دون کے لکھ پٹسے حتہ ہے وانات کن انسانہ ان

مزارت بمينا حاضر سون. دين امام كل شيء لكم هر چیز تن برابر انو. زلين ان بسين بله تمام گنگما اتا عته محذر عليهم السلام نسب الله لكن خدا يسم مزارت پس كسل ان تعدو نعمه الله لا تحسوها انسان كل نعمه من فراوان تنصت. لكن ان الله ان الانسان الظلوم كفار افسوس إنسانين كديني که دی نعمت کن نبرابر اینو کفران نعمت بکن بو رای که ظلم بکن بو مشیس دیر انچن کنی یا شیس انچک عمدن دنیا پو حاکم انسان كوني دیر انچن کنی مقام کنی احترام مجرس دیر انچن کن لراحت که زندگی مبچوس امام حادي عليه السلام والسلام السلامی شق پو مدینه شو بغداد که متووکینه خبيس نه باقي بني عباسي دې ظالم پادشاه کورس تخت نظارت انوځس ژوندۍ راحتګه ماجقس ژوندۍ راحتګه مرګلچو زندان نه زندان انو نیمه العين په خبره تاځلو يخشق کې امام هادي لا شي عيان کونس اصلحا نه دون کومسه امام شتي اطلب سي الله امام هادي ننګا و دی اسلحان جم بسنا کری حکومت خلاف کلانشان لو امام حادی مقابله با جنگ بازره دی سخنچین کنیس لب شبا کن کنیس دوی کن منا متوکیل ملعونیس میکال تانسکوری معمور کن چانی چان امام حادی فرق پی زنز کن کن تان سو شک چانی چان گا حالت چی که یاد نکن سه امام حادی زو نکن حتی کفشم گون مکفران این نسان گا چو چی که یاد نکن سه دسگیر ب سکھوں دم کن متوکیل حبیص معموریت حساب کیوں سانی سن امام ہادی علیہ سلات وسلام فقم خارث کن ود امام ہادی شقپ و سی قبلہ دن بس قرآن زرین خدا خدائے عبادت مشغول دو دیہ حالت پخری کا متوکل اس دستور طا س مطابق یار نگی مولا لا ہتا مبار یہ گئے پے بسن متاز کن ماں گپ شگن می بسن متا ما کنجن گرجن لا اصر بس جن چوس ملا ان کو متوکیلے ملاؤنی سیتیا تھون منا چوبی اش پونیس کا سل ملت خبیس سیتیا شرابیت پچ ملعون لا امام ملعونس رغن كن ملعون اس امام زر بالله مظلوميات امام حاديل التوس دي ايام كن دون منايا معتمد عباس يا ملعون زهر تاز امام شب درج شهادة تنچ لو Allah Baghdad a garri bana an a summer Er ravi hien do chigzen duikzerreù sang met pa imema me askerri fi bou met pa a verri bana e ma me askerrija po zo sulze gab fantas e baowijaar <laughs> po da يا إمام حادي يا قرشي يا ريفشان بو غريبان الشهيد سوم أما يا ريميقيوت إمام إمامي زوصل قبحان دو سهتر عامي قدفن باس أما لا يوم قيومي يا أبو عبد الله ایریا بودی با هم خسینی جاک برا خوشو میت با گفن میت با گویا خونه متحر بدل با خوشو میبادل سنسه گربالای سنسو با گفن میبادل سنسه تافن بچه ایزان میت با جاک بسیار این سنبیت سرنه نوک لا لعنة لا على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العسر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين